عرفت قد واحدة. واحدة؟ اه. ومقطع السمكة وديلها؟ اه. امال لما كنتش مقطع السمكة وديلها كنت عرفت ايه؟ كعب جزمة؟ ما حضرتك متعرفش حاجة عن اتجوزت، ما عرفت ستات ازاي يعني؟ يعني ايه يا ابني؟ خلاص يا فندم، عرفت تلاتة. اللي عرفتهم في حياتي تلاتة؟ امك واختك وخالتك. هما دول اللي انا عرفتهم؟ بالكتير قوي تبقى الداية اللي ولدتك. داية؟ احب اقول لك معلومة مهمة جدا بقى. ايه؟ انا امي ما ولدتنيش بداية. امال ولدتك نهاية؟ ليه مامتك بتعمل حاجات كده؟ الواد دهبل ولا ايه؟ في حد يولد ابنه نهاية برضه؟ نهاية ايه؟ ايه؟ امي ما ولدتنيش بداية يعني ايه؟ امي ولدتني قيصرية. يا عيني! ايه؟ يا عيني على مامتك! ايه؟ ولدتك قيصرية! آه. أنا أمي ولدتني قيطولية. أنا اكتشفت الفرق اللي بيني وبينك. إيه بقى؟ فرق أمهات. والله أنت أمك قيصرية. أنت أمك قيطولية. خلي ماما تشد حيلها شوية. شد حيلها تعمل إيه يعني؟ خليها تشرب ليمونادة. هو ده السبب يعني؟ هو ده السر؟ اه. انت عارف انا عرفت كام ست في حياتي؟ كام؟ 300 ست. ولسه عايش؟ اهو قدامك اهو. 299 ست عشنا احلى ايام حياتنا، سافرنا ورحنا وجينا وصعنا وعملنا كل اللي في دماغنا. ايه الدلع ده كله؟ اه. رقم 300 بس. مالها؟ هي الوحيدة اللي أثرت فيا. أثرت فيك؟ أثرت فيا. لو أنت كنت أطول من كده. اوعى. حضرتك صعبان عليا قوي. ده انت اللي صعبان عليا. يعني ايه اثرت فيا؟ كنت طويل يعني ايه؟ يعني قعدت تقول لي بحبك وفي الاخر مشيت معاها كده؟ مش فاهم انا انت بتقول ايه؟ امال عملت ايه؟ اثرت في مشاعري يا ابني. في مشاعرك؟ ايوه. ياه. مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه. مين دي يا فندم؟ باكينام. اسمها ايه؟ باكينام. اسم جميل ما يتحفظش. لا يتحفظ. وحبيتها. مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه، حبيتها من كل قلبي. حبينا بعض حب فظيع. انا كنت لما في الوقت اللي حبيتها فيه يعني كنت على قدي كده وغلبان، ما كنتش عازب شديد زي ما انت شايفني كده. عادي يا فندم. عادي طبعا. بس ساعة لما حسيت ان انا بحبها قوي. ايوه. قلت اتقدم لها. حلو، دخلت الباب من بيته. بس من غير عم محمد. مش مشكلة. رحت لوحدي. قلت لها باكينام، تقبلي تتجوزيني؟ كويس. قالت لي انت مين انت؟ ابني مين انت؟ سوء عليك يا ندل يا جبان. يا فندم ده وليه تسمح لها تقول لك انت مين انت؟ ابن مين انت؟ سوء عليك يا ندل يا جبان. تسمح لها ليه يا فندم؟ بلا اسمح ولا نيل بقى، الله يخرب عقلك يا هاني. ايه ده في ايه؟ القرف. ايه؟ تفيت بجد؟ مقرف. خلاص والله العظيم انفعلت شويه. ما تنفعلش في وشي. وبعدين ما تقلقش ده مطهر يعني. ما تستهبلش. والله ياما خدوا مني تفاف. بس بص اسكت. أنا بكره الحريم. وأنا بكره إسرائيل. بتكره إسرائيل؟ وبحب عمرو دياب. لا والله. أنا سفاح النساء. شهريار؟ أكتر من شهريار. شهر أغسطس؟ شهر أغسطس إيه؟ اتحطمتني يا ابني. مش أغسطس ده أكتر من هيار؟ هيار ايه؟ انا عايز اموت كل الستات. تموتهم ليه؟ والرجاله كمان. كمان؟ ومن موقعي هذا بقول لك مفيش حاجه اسمها لا حب ولا صداقه. لا في صداقه. مفيش. في صداقه بيني وبين صاحبي مفتيح. بطل ايه دي بقى؟ مش حلوه على المنطقه يعني. يا فندم ده صاحبي. يعني ايه؟ ماليش في الدنيا غيره. انا بس اشتقت عليه. مسافر وبعد عني. ارتاح من خلقتك. الله يسامحك يا بيه. ماشي. انا كل اللي مزعلني. هنيه ما بعت له جوابات ما ردش عليا. والله؟ ايوه يا فندم، بعت له جوابات كتير جدا، انا قلقان عليه. بعت له جوابات كتير قوي يعني؟ فوق ال 10,000 جواب. ده انت رزل قوي. فوق ال 10,000 جواب وما ردش، خلاص بطز فيه. لا يا فندم. والله تلاقيك عبيط، تلاقيك بعت الجوابات على عنوان غلط. لا لا لا، والله تلاقي العنوان غلط. لا والله العنوان سليم، انا متاكد، انا ياما بعت له عليه. متاكد متاكد؟ ايوه. انت بعت له جوابات على ايه؟ لندن الدور الثاني. لندن الدور الثاني؟ وازاي الحيوان ده ما يردش؟ ده العنوان واضح جدا.
لندن الدور الثاني. طب ما يمكن يكون عزل. يكون راح فين؟ لندن الدور الرابع. طب يا فندم ما عندكش حد مسافر؟ ما عنديش ما عنديش، انت هتموتني. اصلا اشتقت على صاحبي، نفسي اشوف مفتاح. نفسك تشوف مفتاح؟ ايوه قوي قوي جدا. اي ميداليه مفاتيح بص على المفتاح اللي فيها، بوسه وحطه في جيبك تاني. حضرتك بتتري على صاحبي؟ اه بتري على بتري عليا زي ما انت عايز. الا صاحبي ليه يعني؟ لان صاحبي ده قيمه بالنسبه لي. والله طبعا يا فندم. ايه القيمه بقى؟ ابن ناس ومن عيله ومن اصل. والله طبعا يا فندم. يا ترى الاستاذ مفتاح بقى من عيله مين؟ من عيله كالون باشا. من عيلة كالون باشا؟ اه ده عمه كالون باشا. ما شاء الله. يا ريت تقول لي بقى عمه ده كان كام سكة علشان نعرف بس قيمة العيلة يعني. لا الحقيقة أنا مش عارف أي حاجة عن عمه غير إنه كان عنده أربع عيال. اه رباهم أحسن تربية. ما شاء الله. علمهم أحسن تعليم. الله الله الله. اتنين طلعوا مهندسين واتنين مدينة نصر. شفت يا فندم العائلات والتربية والتعليم. اتنين طلعوا مهندسين واتنين مدينه نصر. اه ما شاء الله ما شاء الله. طب يا اخي اتعلم منه وشوف لك عيله تلمك بدل ما انت صايع كده. معلش انا عذرك انا عذرك. فين؟ عشان مش عارف عيلتي. ايه عيلتك؟ ده انا عيلتي كلها محافظين. عيلتك كلها محافظين؟ انا عمي محافظ في الغربيه. محافظ ايه ده؟ محافظ على صحته. انت هتستقبل؟ يا فندم ده من نوع الوسواس اللي يغسل حاجه 30 40 مره كده قبل ما ياكلها. والله تعرف اللبن؟ اكيد عارفه. كان يقعد يدعك فيه كده تحت الحنفية. ليه؟ لغاية لما الأبيض اللي فيه ده يروح خالص وبعدين يغليه ويشربه بقى. ما شاء دي كانت صحته هايلة. محافظ في الغربية. والله محافظ في الغربية. كانت خيبة أنت وعيلتك وعمك وكل الناس اللي تعرفهم كلها. أنت هتقعد تهزق فيا كده؟ ده أنا هبهدلك. ليه يا فندم؟ أنت ما أنتش عارف أنت عامل إيه؟ ده أنا هقطعك. إيه الذل اللي أنا فيه ده؟ راجل اسكت. معلش مسير أقول آسى يجي ويخلصني من الذل اللي أنا فيه. مسير مين يا اخويا؟ قول آسى. قول آسى مين؟ صاحبي مفتيح. هو مفتيح ولا قول آسى؟ ما هما الاثنين واحد. انا بدلعه بقول له قول آسى علشان من النوع اللي جسمه متكوك كده وطلع له دماغ قد القول آسى. والله اه. وبعدين ايه تلاقيه متزفلط كده يتكعور في اي حته ما يهموش. اه ما حدش يعرف يمسكه. اه واد صايع كده ابن حند مش بروته زيك. الله اكبر. لا لا بسم الله ما شاء الله. حضرتك فطن. فطن؟ فطن على ايه؟ مش عرفك ان انا بروته؟ انت فرحان انك بروته؟ طبعا. لا يا راجل. طبعا ده بروته دي حاجه جميله جدا. ده اسمي منذ الصغر. بروته؟ اه يعني مش فاهم ايه اللي عاجبك في بروته يعني. منذ الصغر اكيد كنت كسلان وبيقول لك يا بروته. لا يا فندم ده اللي يحبني يقول لي يا بروته. انت عارف يعني ايه بروته؟ يعني ايه بروته؟ بروته يعني واحد ما عندوش طموح وواحد كده كسلان وقاعد بروته كده كده بروته ما بيعملش حاجه. مين اللي قال لحضرتك المعلومات دي؟ كلنا عارفين بروته يعني كده. والله ده انا مكسوف لك. والله مكسوف. انت هتجنني يا ابني. يا فندم بروته دي حاجه جميله جدا. بقول لك اسمي منذ الصغر. يلا 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 انت مش عارف يعني ايه بروته. امشي امشي يا فندم. انت حضرتك اللي مش عارف يعني ايه. طب عرفني يعني ايه بروته. طب اقول لك بس ما تجيبش سير لحد. لا مش هجيب سير لحد. اصل انا ممكن اتحسد اتحقد. تتحسد تتحقد؟ اه. لا ما تخافش ما حدش هيحقدك. طب هقول لك بس يبقى ايه الكلام بيني وبينك. خلاص انا موافق. طب تعالى. اجي فين؟ تعالى ثانيه. ايه ده؟ لا ما انا هقول لك بيني وبينك. طب اوعى. طيب ايوه. لا ليه؟ بقول لك ايه الدنيا حر ما تقرفنيش. معلش معلش عشان خاطر. بقول لك ايه؟ لا والله انت هتستاهل. لا ده انا خايف لازم الكلام يبقى بيني وبينك. طب قول كده. لا اصل انا ممكن اتحسد اتحقد. انت ايه مجنون النهارده؟ لا معلش معلش عشان ايه قلق؟ لا عشان خاطر. اوعى. عشان خاطر بقول لك ده انا يعني ايه يا هاني؟ في ايه؟ انت في ايه؟ تصابت؟ لا عشان خاطر. انت عارف اني بتضايق من كده بقى ما تضايقنيش. لا والله. اه يا فندم. ايه ده؟ انت مجنون؟ معلش يا ابني اوعى ما تشوف كده. عشان خاطر بقول لك ايه؟ يا رب يا رب باباك يبقى ظابط يا رب. تعالى بابا يبقى تعالى. ما تستهبلش. والله عشان خاطر اوعى. ايه ده؟ انت بتلبس حاجه تخلف قوي. ما تقعدش عشان خاطر. ما تعصبنيش. وانت ليه عصب؟ ما تعصبنيش. خليك سريلاك. يعني ايه خليك من نوع السريلاك شيشيشن كده؟ سريلاك؟ اه بس هقول لحضرتك. اتفضل قول. بس ايه؟ عشان انا بس قلقان الحيطان ليها ودان ومحدش ركب لها حلقان ودي مشكله. انا هقول لك لا ما تقلقش هركب لها حلقان. خلاص اتفضل بقى قول لي ايه بقى بروطه ايه. بس ما تجيبش سيره. مش هجيب. اصل انا امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات. شفت بقى يعني انت مبهدلني البهدله دي كلها عشان تقول لي امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات؟ طبعا. طب وايه يعني؟ ما احنا كل امهاتنا. لا انا ما جبت سيره امهات تانية. انا بقول امي انا العظيمه.
يعني ايه؟ طب خلاص امي انا انا جبت سيره ستات تانية. في ايه بس؟ امي انا العظيمه، مامتي في ريال هي اعظم عظمات الستات. يا سلام، يعني عشان ماما في ريال تبقى اعظم عظمات الستات.